بلد حضاري لكل ما للكلمة من معان، طلبة العلم التراثي فيه يعانون من نقص في دعم وزاري كتوفير رحلات وجولات دراسية ميدانية يطلعون فيها على معالم البلد الذي تحت تربته تختفي خجلا بقايا لماض خطف عقول الأمم. بادئة الأمر، احنا طلاب قسم الآثار كلية الآداب جامعة بابل، دخلنا على مرور الزمن طالب مرحلة رابعة، أدرس قديم، دراسات قديم بسماريات طرق تنقيب آثار. أول عرقلة اللي احنا واجهناها كان فكرة بان انه طالب الآثار يدرس وينقب ويختار موقع تنقيب وسفرات علمية. من منهاج دراسة الآثار، منهج علمية الدراسة، انه يكون لكل موضوع تختاره في دراسة النظرية يكون لك عمل ميداني بالأرض. مع الأسف ما توفر لنا هذا الشيء. السبب يوعز أما أن يكون إلى وزارة السياحة والآثار، حاليا هي وزارة الثقافة والآثار، أو وزارة التعليم العالي، لا يعلم السبب ما هو. درست الآثار نظريا، يعني بين قوسين أن طالب الآثار ليس آثار إنما طالب تاريخ، وهذه مشكلة كبيرة نعانيها حاليا. هذه أحد المشاكل اللي هي واردة حاليا قسم الآثار. أما المشكلة الثانية هي مشكلة السفرات العلمية، السفرة العلمية اللي هو ما يشكل نسبة 60% من دراسة الآثار. تعرف أن الآثار لازم يتوفر عنده في لقاء آثارية، أن يعرف شو يتعامل ويا الآثار، شو ينقب، شو عملية صيانته، هذه أيضا مشكلة. طبعا مثل ما أحكى زميلي أنه دنعاني من مشاكل، وبنفس الوقت احنا عندنا مشاكل نطالب بأمور عديدة، ومن جملة هاي الأمور احنا نطالب بها موقع تنقيب يفيدنا. موقع تنقيب يصير شنو هذا يفيدك؟ يعني راح يقدم لك شيء؟ يقدم لنا هواي أمور، يقدم لنا امور دراسيه ويقدم لنا امور اقتصاديه ترى بنفس الوقت. ممكن هذا الموقع التنقيب احنا نستفاد من عنده بدراستنا، وهذا الشيء اساس، يعني 70% من دراستنا تحتاج الى موقع تنقيبي. وبنفس الوقت الشيء اقتصاد، ممكن انه احنا نكون متحف داخل الجامعه، وهذا المتحف اللقاه الاثريه اللي نطلعها من الموقع بالضبط يصير للمتحف. هذا المتحف راح يصير له زيارات دخوليه، هذا هم يفيد اقتصاد الجامعه بنفس الوقت. مطالبات جدا بسيطة وأمور جدا بسيطة، بس نعاني من فد رد أو حاجز يصير قبالنا كلش كبير. حاجز هو ياه اللي تصعد للأعلى من عندك يعطيك حاجز، أمور فلوس ماكو، ما عندنا موقع، أبو الموقع يريد فد عقد أقل شيء 500 مليون، ماكوش عقد، احنا طلاب وهي حضارتنا لازم يوفرونا. يعني لازم قصدك انه وزارة السياحة يعني بالضبط 500 مليون بالضبط 500 مليون حتى يوفرونا موقع، يعطونا موقع، لان هذا الموقع تعرف انت مثل ما راح تنقب راح تستخرج لقاء ثري، راح تسجل، راح تصادر من المتحف العراقي بارقام وبامور، يعني فد اجراءات هم يتخذوها حتى يطلعون هاي لقاء ثري ويعرضوها. هاي كلها فلوس وكلها امور تعود للوزاره، بس يعني هذا بنفس الوقت الامور كلش بسيطه، انه كاحنا بدنا ندرس حضارتهم، احنا بدنا ندرس اثار العراق كلها، هذا فد شيء بسيط يقدرون يفيدونا به، بس انه كبير. يعني الموقع الاثري اذا وفروا لنا اياه راح يعني ينطون في الجزء 70% من دراستنا، راح يسهلون لنا اياها. هاي احنا ابسط مطالباتنا اللي هي موقع اثري، وبنفس الوقت هم راح يستفادون من عده. فاحنا نطالب من خلالكم ومن خلال قناتكم انه يسهلون لنا امر الموقع الاثري حتى نقدر نستفاد من عده. وشكرا. طلبة يسعون لدفع عجلة العلم بتخصصهم الاثري، لكن هذه العجلة غطاها تراب ليس بأثري، بل هو تراب إهمال حكومي لم يلتفت لحال من هم يدرسون عبق الماضي ويحملون بأيديهم شموعا تضيء المستقبل، فباتوا يحلمون بأبسط حقوقهم وهي توفير بناية ثابتة تحمل لوحة على بابها كتب عليها كلية الآداب قسم الآثار. الأمور اللي يعانيها نحن طلاب جامعة بابل وبالذات يعني قسم الآثار، يعني أبسط شيء احنا بناية ما عندنا، يعني هسه احنا يعني على ساعه يجون يقولون البنايه نريدها، وين نروح؟ يعني احنا هسه طريق للبنايه هاي ما عندنا، لا عندنا طريق، لا عندنا مثلا نادي، انه لا عندنا مثلا صحيات. يعني احنا ابسط يعني الحقوق اللي يريدها الطالب هنا بجامعه بابل ما عنده، يعني ما موجوده اصلا. هسه على مستوى الجامعات اللي هو قسم الاثار عندهم ارقى قسم، يعني يشمل حضارة البلاد، احنا هاي معدومة عندنا مع الأسف، ما حد يعني يدور حضارة بلاده. يعني هسه احنا نختص بحضارة بابل، حضارة العراق كلها، بس ما قاعد نشوف يعني مساعدة، بالرغم من الجهود عندنا طلاب سوينا معرض تنقيبي للآثار قبل وبعد اللي خربوها داعش، وهم ما لقينا دعم، يعني اختصرت بس على الطلاب. وانت تشوف يعني هسه منظر، يعني احنا حتى منظر للطلاب ماكو، وهاي يعني احنا على ساعة قلت لك على ساعة يعني البناية يريدوها، يعني قسم ما عندنا، هاي ثالث احنا نقلنا ننتقل
كنا بحي الجزائر وكنا من الزراعة وهسه جابونا لهنا، يعني هم يعني على ساعة ياخذون القسم. واحنا دراستنا يعني تتركز على شكل التنقيب، يعني التنقيب آثار يعني عملي، احنا ما ابد يعني هاي انا يعني مرحلة ثالثة وثانية ما رحت يعني لا نقبنا مكان ولا درسنا يعني شكل عملي، ماكو، صار تركز دراستنا بس على النظري. يعني صارت هاي زين، هاي من المسؤول عنها؟ والله ماكو لا دا وزارة الآثار هم واحد يعني شلون ما تقول واحد يذبح الثاني، يعني نتخلص من حاجز نلقى حاجز ثاني، او السيارات ماكو، او يعني المصارف يعني ما حد يتحملها، ويعني احنا رئاسة القسم تعاوننا بهيك شيء بس نلقى صعوبة من يعني من دائرة الآثار أو من رئاسة الجامعة، يعني أبسط شيء احنا سيارات ما عدنا نروح يعني على حسابنا، يقولون إذا تريد تروح تروح على حسابك. مستقبل مجهول بعد التخرج لشباب يجتهدون لأربع سنوات من أجل تحصيل جامعي بتخصص لا يملكون منه سوى اسمه التراثي بسبب إهمال الحكومة لجانب الآثار وتنقيبها، فأصبحت سنوات الدراسة مجرد شهادات تعلق على الجدران ليغطيها تراب وطن له آلاف السنين من الحضارة. يعني احنا طلاب من المرحلة الأولى لحد ما نتخرج احنا ما عندنا موقع تنقيبي النقبي، يعني لا متى نضل هيك احنا، يعني انا اتخرج وكل شيء لا لازم فاس لا لازم اي شيء، لا رايح لأي موقع تنقيبي، يعني لا متى نضل يعني فقط بالكتاب اي فقط، يعني فقط دراسه يعني نظري، يعني عملي ما طالعين لاي موقع، يعني نطالب يعني احنا رئيس الجامعه، نطالب وزاره السياحه والاثار، وزير التعليم يعني العالي، يعني ان ينظر لنا، يعني احنا اهم شيء هي الدراسه الاثريه، يعني متى نضل بدون موقع، يعني اهم المشاكل اللي نواجهها هي المواقع والسفرات، يعني هاي السفرات احنا لو على حسابنا لو ما نطلع، يعني سفره عام صارت لا بغداد على حسابنا على حساب الطلاب. لا بس سفرة، مجرد رحنا للمتحف وشفنا وبس، يعني أي تنقيبات ماكو لحد الآن. طبعا يأثر، يعني أنا من أتخرج يسموني منقب، أنا منقب وما لازم أي شيء أو أي أداة من أدوات الآثار، يعني شلون؟ هناك مخاطبات رسمية من قبل جامعة بابل لم ترد أي إجابات بهذا الخصوص، وظل الأمر كما هو عليه مع الأسف. هيئة آثار بابل، في هيئة آثار الآثار في محافظة بابل لم تقدم أي مساعدة أو تعاون في هذا الشأن. مؤسف حقا أن نجد أن هيئة الآثار تطالب بمبالغ ضخمة من جامعة بابل من أجل تخصيص موقع أثري، في حين نجد أن الدول المجاورة ودول العالم تشجع هيئة طلبة الآثار على التنقيب في المواقع لمساعدة هيئة الآثار في ذلك. هذا الأمر حقيقة استنكرته خاصة أساتذة القسم والكلية، نجد أن دفع مبالغ بهذه الضخامة وهو قد يقارب إلى 500 مليون أو فمبلغ ضخم لا تستطيع الجامعة من استيفاء أو إعطاءه أو منحه. من أمام كلية الآداب قسم الآثار، سجاد الخفاجي،